میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ہی ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور تلاوت کلام اللہ سے آپ کے دلوں کو منور اور روشن کرتے ہیں. ہمارے طالب علم محمد نبیل صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں. محمد نبیل صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
الله.